السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. أنا زميلتكم دانا النصرة. اليوم رح نشرح محاضرة مايكرو 7. فيها 3 أنواع بكتيريا اللي هم البروسيلا واللابتوسبايرا والمايكرو بكتيريوم. رح نبلش بالبروسيلا. البروسيلا، لما أحكي بروسيلا بدي إياكم تتذكروا هاي الصورة. هاي الصورة إيش بتحكي لنا؟ بتحكي لنا إنه البروسيلا هي مرض بيجي من ناس بيشتغلوا بالمزرعة زي هذا العمو، او ناس بيتعاملوا مع حيوانات كتير زي الابقار، زي الخنازير، زي الكلاب مثلا. يعني الكلينيكال بيكتشر الها انه ناس عندهم هيستوري مع حيوانات او مع unpasteurized milk زي هذا هون، الحليب غير المبستر. ايش بتعمل لنا البروسيلا؟ بتعمل لنا مرض اسمه البروسيلوسيس. ايش هو البروسيلوسيس؟ يعني شايفين هذا العمو المسكين، هذا العمو طلعوا على وجهه مبين انه وجهه احمر، يعني عليه فيفر، وهون هي از sweating. يعني المين سيمتوم من البروسيلا هو الفيفر، او بنسميها الانجولنت فيفر. الانجولنت فيفر ايش يعني؟ الانجولنت فيفر هي يعني فيفر زي هدول الهيلز، طالعين ونازلين، طالعين ونازلين. الانجولنت فيفر هي حراره بتطلع وبتنزل، بتطلع وبتنزل. لما تطلع بتكون هاي جريد فيفر، يعني بتوصل لحراره عاليه. وهون شايفين هاي البقره عليها صوره ليفر وعليها صوره سبلين، يعني البروسيلا بتصيب الليفر والسبلين. هلا بنعرف ليش. بس هون يعني اللي بدي اياه تفهموا انه الكلينيكال بيكتشر للبروسيلا انه ناس تعاملوا مع حيوانات، سواء كانوا مزارعين، سواء كانوا مثلا اللي بيرعوا الغنم، او حتى الاطباء البيطريين. والمين سيمتوم للبروسيلا هو الفيفر. واه باي ذا واي، هاي الصوره اخذتها من سكتشي مايكرو، والحكي اللي حكيته كله من سكتشي مايكرو، فارجعوا له حلو اذا بدكم. اوكي نبلش. هلا هات هو الهاند اوت تبعت الدكتور، انا ضفت عليها شويه ملاحظات بس عشان يعني انه بس نخلص، انه ما تحتاجوا انكم ترجعوا للهاند اوت. يعني ما حبيت اني اشرح على السلايدات عشان انه خلص من مره على الهاند اوت. والاشياء اللي راح احكيها هلا هي الاشياء يلي الدكتور ركز عليها بالفيديو يلي نزله، والاشياء اللي ما راح احكيها بكون الدكتور ما حكى. فنبلش بالبروسيلا. البروسيلا هي جرام نيجاتيف زي كل البكتيريا اللي اخذناها بهذا السيستم لحد الان. It's unencapsulated، ما عليها كابسول. It's non-motile, non-sporulating rods or coccobacilli. Gram negatives, unencapsulated, non-motile, non-sporulating rods or coccobacilli. They are obligate intracellular pathogens. ايش يعني؟ يعني انهم لازم يعيشوا جوا سيلز، تحديدا اي سيلز اللي هم الماكروفاجز. هلا رح نحكي عنهم. And they are catalase and oxidase positive and they do not ferment carbohydrates. هذا الاشي بايش بفيدنا؟ بفيدنا بانه نميز البروسيلا عن باقي البكتيريا، زي كنا لما نحكي عن الايكولا انه they ferment lactose مثلا، هذول البروسيلا they don't ferment lactose. And they do not produce acids or gases، زي مثلا لما كنا نحكي انه السالمونيلا it produces ال H2S. البروسيلا they do not produce acids or gases. البروسيلوسيس is a disease characterized by the undulant fever أو المالتا fever. حتى في ناس بسموها حمى البحر الأبيض المتوسط، اللي هي الفيفر بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل. و حكينا إنه they are intracellular pathogens. وين بيعيشوا؟ بيعيشوا بالريتيكولو endothelial system. إيش هو الريتيكولو endothelial system؟ هم الماكروفاجز يلي موجودين ب different organs، زي مثلا السبلين، زي الليفر، زي مثلا البون مارو. It's a zoonotic infection لأنه it's transmitted through the animals سواء directly أو indirectly. ممكن مثلا عن طريق الoccupation إنه farmers, veterinarians, shepherds أو domestic exposure، يعني direct exposure للinfected animals with their, and their products مثل الفيسيز، اليورين and والميلك والتيشوز. هلا The route of transmission ممكن يكون ingestion أو mucosal أو percutaneous exposure، اللي هو the most common route، the percutaneous exposure. ممكن يكون عن طريق inhalation، حتى إنه it might be exploited for bioterrorism. البيوتيروريزم اللي هو إنه ممكن إني أستخدم البروسيلا كسلاح بيولوجي. ليش؟ لأنه هلا في إشي عندي اسمه biosafety. البيوسافتي إلها 4 levels.
ليفل 1 اللي هو انه انا بعتبر انه هاي البكتيريا اتس نوت ريلي دينجرس، يعني اتس نوت يعني مش كتير خطيره. وليفل 4 اللي هو اعلى درجه من الخطوره، يعني لدرجه انه ما في بالعالم غير لابين يعني بيقدموا البايو سيفتي ليفل 4. فاحنا لما نحكي انه بايو سيفتي ليفل 3 يعني انه نقدر نتوقع انها هي على درجه عاليه من الخطوره، فعشان هيك احنا بنقدر نستخدم البروسيلا للبايو تيروريزم. هلا إلها سبيشيز، إلها 4 سبيشيز بناء على وين موجودة أو على أي أنيمال بتصيب. مثلا عندنا البروسيلا ميليتنسز، البروسيلا ميليتنسز it typically infects the ghost goats and it's the most common to cause the human brucellosis. هي هاي البروسيلا ميليتنسز هي the most common to cause the human brucellosis. بروسيلا سويس موجودة بالسواين، شو مالي بطلت أعرف أحكي، البروسيلا أبورتس بالكاتل، بروسيلا كانس بالدوغز. الباثوجينيسيس، هلا البروسيلا بما إنها جرام نيجاتيف فمفروض إنه عندها إندوتوكسين اللي هو اللايبوبوليساكرايد، بس الإندوتوكسين هنا is less toxic than that produced by other gram negatives. So الإندوتوكسين هنا مش كتير فعال بالباثوجينيسيس. And they do not produce a detectable exotoxin. فالتوكسينز it's not their way of pathogenesis. طب كيف بيعمل المرض؟ They progress من ال portal of entry سواء كان ingestion, inhalation أو contact، بيروح على epithelial barriers وال innate immune system بيخترقوهم، بيوصلوا لل monocytic cells. ال monocytic cells اللي هم الماكروفاجز بالليفر بالسبلين والبون مارو زي ما حكينا، وهذا احنا ايش بنسميه، سميناه ريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هم الماكروفاجز اللي موزعين بديفرنت اورجانز. فالبروسيلا حكينا انها اوبليجيت انتراسيلولر بتروح على ريتيكولو اندوثيليال سيستم اند ذي ملتيبلاي ذير. ايش بيعملوا جوا الماكروفاجز؟ بيعملوا جرانيولومز. ايش يعني جرانيولومز؟ هم عباره عن ايبيثيليويد اند جاينت سيلز. عشان الابيثيليويد، الابيثيليويد هم ماكروفاجز عاملين حالهم ابيثيليال سيلز، فبيعملوا ابيثيليويد اند جاينت سيلز مع سنترال نيكروسيس اند بريفرال فايبروسيس. سنترال نيكروسيس حواليه فايبروسيس، هذا هو الباثولوجيك هول مارك للبروسيلا. بيعملوا جرانيولوما. ايش هي الجرانيولوما؟ عباره عن ابيثيليويد مع جاينت سيلز with سنترال نيكروسيس اند بريفرال فايبروسيس. وإذا راحوا على systemic circulation بصير عندي أنا bacteremic episodes طبعا، يعني زي أي بكتيريا. طيب clinically، clinical manifestations إلها ال incubation period. ال incubation period it ranges من 1 to 4 weeks. 1 to 4 weeks يعني ممكن شهر. ال main symptom زي ما قلنا اللي هي ال undulant high grade fever مع profuse sweat and especially at night، زي العمو اللي شفناها قبل شوي. And it's associated with musculoskeletal symptoms. Musculoskeletal symptoms مثلا abnormal gait. Abnormal gait يعني هلا كانوا معروف زمان بالأطباء يلي بيشتغلوا بالقرى والأماكن يلي بيكون فيها كتير مثلا ناس بيشتغلوا بالمزارع والأشياء هاي، كان يجيهم البيشنت على الكلينيك إنه ما عنده غير هاي ال undulant fever و abnormal gait، فكان يكون في high index of suspicion للبروسيلوسيس، أو حتى كانوا إنه يحكوا إنه هاي حالة بروسيلا until confirmed otherwise. It's a febrile illness that resembles a typhoid. حكينا لما حكينا عن السالمونيلا والtyphoid fever إنه febrile illness هو illness associated مع fever بس it's less severe. بال young children كيف بيكون ال presentation؟ بيكون على شكل fever and acute monoarthritis typically of the hip or knee. أما بال adults بيكون long lasting fever مع low back pain أو hip pain. So the clinical manifestations عبارة عن incubation period of 1 to 4 weeks. The main symptom اللي هو ال undulant fever مع musculoskeletal symptoms. بال young children بيكون عندي fever مع monoarthritis. بال adults بيكون عندي long lasting fever مع low back pain أو hip pain. كيف بدي أعمل diagnosis؟ The definitive diagnosis للبروسيلوسيس بيحتاج إني أعمل isolation للبروسيلا.
سواء من البلود أو من البايوبسيز. البايوبسيز من وين بتيجي؟ من الليفر والبون مارو والليمف نودز زي ما حكينا، اللي بكون فيها ماكروفيجز. تمام، ممكن إني أعمل بلود كلتشر. البلود كلتشر الميديا اللي بستخدمها اسمها بروسيلا أجار، يعني هي specifically designed to culture البروسيلا. It should be incubated على 10% CO2 اللي هي إحنا بنسميها micro aerophilic environment for 3 weeks before being discarded as being negative results. إيش يعني؟ يعني أنا لازم أستنى 3 أسابيع بعديها أحكي إنه إذا أنا ما شفت أي colonies بحكي إنه النتيجة negative. فعشان هيك هذا الـ incubation period كتير طويلة، فعشان هيك أنا ما بستخدم أساساً الـ blood culture، إنه prolonged incubation and is hazardous. So أنا ما بستخدم الـ culture. إيش بستخدم؟ بستخدم السيرولوجي. السيرولوجي هون بعمل نوعان من التستس، واحد اسمه non-agglutinating assays زي الإلايزا، والثاني اللي هو الـ agglutination tests. الـ agglutination tests اللي هم اني انا بجيب سيرم من البيشنت وبضيف عليه انتيجنز، هدول الانتيجنز انا مخديتهم من البروسيلا وبضيفهم على السيرم. هلا اذا السيرم كان فيه انتيبوديز معناها البيشنت تعرض لهاي البروسيلا. طيب اذا كان عندي انا انتيبوديز بالسيرم رح يتفاعلوا مع الانتيجنز، رح يعملوا لي ايش؟ كلوتينج او اجلوتينيشن. طيب متى بعتبره بوزيتيف؟ إذا كان في فور فولد إنكريز للتايتر، أو أنا لقيت أنتيبوديز أجينست البروسيلا، يعني الأنتيبوديز اللي تفاعلوا مع هدول الأنتيجنز كانوا أكتر من 1 لـ80، and يعني ممكن في مصادر بيحكوا 1 لـ160، بس بغض النظر إنه أنا بستخدم السيرولوجي والأجلوتينيشن تيست. هلا البروسيلا زيها زي اي بكتيريا او اي باثوجين بدخل الجسم، الجهاز المناعه بده يعني يهاجمه وبده يعمل عليه ريسبونس. الريسبونس هذا بيجي عن طريق انه انا بدي اعمل انتيبوديز. ايش النوع؟ رح يكون اول شيء اي جي ام، دي ابير انيشيالي، بعديها بتحولوا، مش بتحولوا يعني، بعديها بتصير عندي انا اي جي جي، والاي جي اي ليفلز بتكون بارلل للاي جي جي ليفلز. هلا مثلا اذا كان عندي، اذا عملت السيرم اجلوتينيشن تيست وطلع نيجاتيف، بس انا عندي سترونج كلينيكال ايفيدنس، هاي هون سترونج كلينيكال ايفيدنس انه هذا بروسيلا انفكشن، طب شو اعمل؟ لازم اعمل تيست للبريزنس اوف بلوكينج انتيبوديز. ايش هي البلوكينج انتيبوديز؟ هيها البلوكينج انتيبوديز، مش حكينا انه هون عندي انا اي جي اي مع اي جي جي؟ طيب هلا انا لما افحص رح يكون عندي IgA و IgG. فال IgA هذا ما رح يرتبط على الانتيجنز اللي انا رح احطهم، بس بنفس الوقت ما رح يمنع انه ال IgG برضو انه يرتبط. فهيك انه حتى لو كان انا عندي اساسا IgG، حتى لو كان انه يعني ال patient عن جد عنده IgG ضد هاي البروسيلا، رح يعطيني نيجاتيف تيست او نيجاتيف ريزلت. ليش؟ لانه الاي جي اي منع الاي جي جي من انه يرتبط. فهذا بسميه البلوكينج انتيبوديز، انه تكون الريزلت نيجاتيف بس في عندي انا سترونج كلينيكال ايفيدنس انه في هذا بروسيلا انفكشن. التريتمنت دوكسيسايكلين مع ريفامبين لمده كتير طويله اللي هي 6 تو 8 ويكس مينيمم، 6 تو 8 ويكس ريفامبين مع دوكسيسايكلين. ويعني احد البريفنشنز انه المين ستاي اوف فيترينري بريفنشن ناشونال كوميتمنت اوف تو تيستينج اون سلوتر اوف انفكتد هيردز باستورايز الميلك سبيشالي جوت ميلك، لانه حكينا انه البروسيلا اللي بتصيب الجوتس هي اكثر وحده بتصيب الانسان وتعمل بروسيلوسيس. ما في فاكسين للهيومنز، بس في فاكسين للانيمالز. اوكي خلينا نرجع للبروسيلا. البروسيلا حكينا انها جرام نيجاتيف رودز او كوكو باسيلاي ذا ار ان انكابسوليتد نون موتيل نون سبور فورمر ذا ار اوبليجيت انتراسيلولار وين بيروحوا للماكروفاجز للريتيكولو اندوثيليال سيستم ذا ار كاتاليز اند اوكسيديز بوزيتيف بات ذي دو نوت فيرمنت الكربوهيدراتس. اتس ا زونوتيك ديزيز تارجتينج مين الريتيكولو اندوثيليال سيستم. الترانسميشن عن طريق ingestion, mucosal,
percutaneous exposure اللي هو حكينا انه the most common route, percutaneous exposure والinhalation. في types أو species البروسيلا ميليتنسز اللي بتصيب الجوتس هي أكتر واحدة بتصيب الهيومنز بتعمل بروسيلوسيس، البروسيلا سويس اللي بتكون بتصيب السواين، البروسيلا أبورتس بتصيب الكاتل، البروسيلا كانس بتصيب الدوغز. إيش الباثوجينيسيس؟ ما عندي أنا توكسينز نو إكتوتوكسين، والإنتوتوكسين إز لس توكسيك ذان أذر جرام نيجاتيفز. طب كيف بتعمل الباثوجينيسيس؟ من البورتال أوف إنتري بتروح على الإبيثيليا والإنيت باريرز تخترقهم، بعدها بتروح على المونوسايتك سيلز اللي هم الماكروفيجز بالليفر والسبلين والبون مارو، ليش هيك الأحرف طايرة؟ بعدها هناك بتعمل جرانيولوماز، حكينا إن الجرانيولوماز هم عبارة عن إبيثيليويد مع جاينت سيلز، هناك بتعمل سنترال نكروسز أند بريفرال فايبروسز، وإذا راحت على سيستميك سيركيوليشن تعمل بكتيريميك إبيسودز. طيب clinically بدها incubation period of 1 to 4 weeks، تعمل febrile illness اللي هو associated مع الفيفر اللي هي undulated high grade fever، تعمل chills the sweats and musculoskeletal symptoms. تمام، طب كيف يبين على the young children fever and monoarthritis، الadults long lasting fever مع low back pain أو hip pain. definitive diagnosis isolation of brucella من ال blood أو biopsies، ممكن أعمل blood cultures بس ال blood cultures كتير بتطول يعني بتها prolonged incubation على البروسيلا agar plate. فبستخدم السيرولوجي، السيرولوجي بده non agglutinating tests مثل الإلايزا والagglutination tests. الagglutination tests متى بتكون positive؟ إذا صار في four fold increase بالتارتر أو الأنتيبوديز كانوا أعلى من 100 من 1 ل 80 أو أعلى من 1 ل 160، هون أنا ناسية الواحد. طيب الانتيبوديز كيف بتكونوا؟ اول شيء بيكون عندي اي جي ام، بعدها بيطلعوا عندي الاي جي جي، والاي جي اي بيكونوا بارلل للاي جي جي. اذا صار في عندي انا فولس نيجاتيف بيكون ديو تو البلوكينج انتيبوديز اللي حكينا عنهم. تمام، طيب كيف نعمل تريتمنت والبريفنشن؟ دوكسيسايكلين مع ريفامبين فور 6 تو 8 ويكس، والبريفنشن ناشونال كوميتمنت حكينا عنها، وما في فاكسينز للهيومنز. هيك تكون خاصة البروسيلا. بس تذكروا الكلينيكال بيكتشر تبعتها وتذكروا صورة العمو أول إشي، رجع لكم عليها هيها، تذكروا صورة هذا العمو وصورة البقرة والسبلين والليفر والأنجليتينج فيفر والأنباستورايزد ميلك والسواين، تذكروها وإن شاء الله يعني ما بتنسوها بعدين. أوكي، هلا البكتيريا الثانية اللي هي الليبتوسبايرا. الليبتوسبايرا هي عبارة عن spirally shaped bacteria أو question mark shape، يعني شوفوا هنا على هذا البورد it's a question mark shape أو spirally shaped. طبعا هم gram negatives، طلعوا هذا البورد الأحمر they are gram negatives spiral sheets. طيب هلا ليش البحر هون أصفر؟ لأن الروت of transmission للليبتوسبايرا أو الموست كومن روت of transmission هو contaminated urine، بحر أصفر فcontaminated urine. و it's a zoonotic disease، يعني بيجي من الحيوانات specifically من ال rodents اللي هم القوارض أو الراتس والمايس، اللي هم الراتس والمايس والقوارض. أوكي كم مرة حكيت قوارض؟ أوكي بعدين هون أشوف هدول ال RBCs. ال RBCs هدول بتدلنا على انه الليبتوسبايرا اول ما تدخل بتعمل لنا يعني بتروح على البلد it travels بالبلد بتعمل بكتيريميا، بعديها وين بتروح؟ شو هاي؟ هاي كدني، بتروح على الكدني بتستقر هناك بتعمل كدني انجري. طيب هلا هذا الزلمه ليش لابس اصفر او ليش جسمه اصفر؟ اصفر جوندس يرقان، بتصيب الليفر، الليبتوسبايرا بتصيب الليفر وبتعمل لنا جوندس. تمام، طب ليش عينه بتوجعه؟ لانه احد الروتس اوف ترانسميشن هي الكونجنكتيفا اوف ذا اي، فتذكروا انه هو اصفر وعيونه بتوجعه والكدني. تمام، طب هنا في ويل او حوت او ويلز ديزيز. ويلز ديزيز هو السيفير فورم للليبتوسبايروسيس، هلا رح نحكي عنه. بس ان يعني بشكل عام الليبتوسبايرا هي spider sheet gram negatives it travels through the blood، بعدها بتروح للكدني.
ال most severe form اللي هو ال whale's disease, and ال most common route of transmission هو ال contaminated urine. خلينا نبلش. Leptospira عندها two species, ال human pathogenic اسمها ال Leptospira enterogens, هي هاي رح نحكي عنها, والثانية اسمها saprophytic biflexa. saprophytic biflexa هي ما بتصيب الهيومنز أو it's not pathogenic لأنها بتتغذى, أو saprophytic معناها إنها بتتغذى على ال dead organic tissue. Okay, it's tightly coiled thin flexible spider sheets, يعني spirally shaped. هيها هون شكلها, شوف كيف شكلها هون, نسميه ال question mark appearance. هي question mark appearance, هذا by the way electron microscope. Okay, they are gram negatives, بس لأنهم كتير too thin to visualize by the light microscope, بستخدم لهم إشي اسمه dark field microscopy. Dark field microscopy بده stain اسمها silver impregnation stain, silver impregnation stain, أو بنسميها الجمزة stain. They are motile. ليش they are motile؟ لأنه عندهم two periplasmic flagella. هيها. It's a gram-negative cell envelope with hooked ends and two periplasmic flagella. So they are motile and they grow best under aerobic conditions. Leptospirosis, حكينا انه it's a zoonotic disease. والdisease اللي بيعمله Leptospira له broad spectrum. ايش يعني broad spectrum؟ يعني انه it ranges من mild disease ل severe disease. Asymptomatic infection to fulminant fatal disease اللي هو Bale's syndrome. Okay, the main source of environmental contamination اللي هو shedding of Leptospira in the urine. هاي هم routes of transmission اللي هو skin exposure is the most common route. يعني skin exposure like contaminated urine هو the most common route, followed by mucosal through the conjunctiva of the eye, and rarely ingestion. بيجي عن طريق الانيمال يورين زي ما حكينا, rats, mice, wild rodents. ايش كمان؟ اوكي, pathogenesis. pathogenesis ال incubation period تبعته 1 to 2 weeks. اللي حكينا انه البروسيلا كان ايش 1 to 4 weeks, هذا 1 to 2 weeks. ايش بيعمل؟ it crosses the tissue barriers and disseminates hematogenously to all organs. هي بنسميها leptospiremic phase. يعني الباثوجينيسيس له two phases, leptospiremic phase والimmune phase. هلا الleptospiremic phase هي اللي بصير فيها البكتيريميا او الهيماتوجينس spread, انه قلنا انها تنتقل عن طريق الدم. فاول ما تدخل الليبتوسبايرا للجسم بكون عندي incubation period of 1 to 2 weeks, بعديها بتروح بتوصل للدم وبتعمل بكتيريميا. بعديها بصير عندي انا window period. ايش يعني window period؟ يعني period ما بيكون فيها عندي symptoms او ما بيكون فيها عندي اشي مهم. بعديها ببلش الاميون فيز. الاميون فيز انه ايش؟ الجسم ببلش يبني antibodies. بنفس الوقت الليبتوسبايرا بتطلع من البلد بتروح على الاورجنز. مين هم الاورجنز؟ الليفر والكيدنيز. ايش بتعمل هنا؟ بتعمل hemorrhage and necrosis of tissue, بتعمل لي dysfunction of those organs. So عندي two phases, leptospiremic phase اللي هي it travels through the blood, hematogenous spread. بعديها immune phase بتعمل antibodies, وبعديها بتروح على the organs, liver والkidneys, بتعمل hemorrhage, necrosis and dysfunction of those organs. Clinically, هلا although it's a potentially fatal disease, بس معظم الحالات بتكون mild. Majority of the cases are thought to be relatively mild. والسيمتومز تبعونها بيكونوا flu-like illness. هلا طبعا لأنه hematogenous spread, فأكيد عندي أنا systemic manifestations. يعني fever, chills, headache, and nausea. يعني هدول كلهم مالهم systemic manifestations. ممكن أنا أشوف في redness بالآي لأنه حكينا بيأثر على ال conjunctiva. والmost severe form اللي هو ال Wales syndrome. ال Wales syndrome it's characterized by a triad of hemorrhage, jaundice and acute kidney injury زي ما شفنا بهداك العمو اللي بيسبح كان أو اللي
بعمل سيرفينج. كيف بدي اعمل دايكنوسيس لللبتوسبايرم؟ باخذ انا تيشوز من مثلا البلود، قصدي سبيسيمنز من البلود والسي اس اف واليورين، بحطها تحت الدارك فيلد مايكروسكوبي، حكينا بايجنز ستين او سيلفر امبريجنيشن، وبشوف اللبتوسبايرم. بس اذا ممكن اعمل اني كلتشر، بس الكلتشر بدها 8 weeks، you know, growth is slow and culture should be kept for at least 8 weeks. الكلتشر بعمله على selective agar اسمها EMGH agar. هلا ممكن استخدم سيرولوجي للconfirmation، يعني اش اول شي بسوي؟ بسوي الهاي تكنيك اللي هي الدارك فيلد examination مايكروسكوبي، بعديها بعمل confirmation عن طريق السيرولوجي، عن طريق اشي اسمه microscopic agglutination test اللي هو المات تيست. ما نخربتها بين السيرولوجي هداك، هداك السيرولوجي تبع البروسيلا اللي احتاجنا non agglutinating tests و agglutination tests يلي حكينا انه بدهم فور فولد increase بالتايتل والاشياء هاي. التريتمنت والبريفنشن، هلا التريتمنت والبريفنشن اذا كان يعني معظم الحالات، يعني اذا كانت كتير مايلد ممكن تكون سيلف ليميتد، سو المايلد ديزيز كان بي سيلف ليميتد. بس however إنه المايلد والمودريت ديزيزز بيستجيبوا للتتراسايكلينز، بس إذا كان في عندي أنا سيفير كيس أو ويلز ديزيز لازم أعطي IV penicillin. وأحد أهم البريفنشنز إنه avoidance of exposure to urine and tissues من infected animals عن طريق proper eyewear, footwear and protective equipment. في vaccines للagricultural and companion animals، بس ما في vaccine للhumans. نراجع الليبتوسبايرا. الليبتوسبايرا عندها two species، الليبتوسبايرا انتيريجنس اللي هي human pathogenic، والتانية saprophytic biflexa. They are thin coiled motile spider sheets. They are spirally shaped عن طريق شيء اسمه question mark appearance. They are gram negatives. عندهم two periplasmic flagella عشان هيك they are motile. And they are seen by dark field microscopy عن طريق الجمزة ستين. Transmission حكينا انه هو zoonotic، so it's transmitted through contaminated rodents urine. والskin exposure هو commonest route of transmission، بعديها الميوكوزال والingestion. الpathogenesis حكينا انه هو spectrum، it ranges من mild form ل severe disease. The incubation period كانت 1 to 2 weeks، بعديها صار في عندي 2 phases، الليبتوسبايريميك phase إنه البكتيريا travels hematogenous اللي بتعمل لي بكتيريميا، بعديها الإميون فيز إنه الأنتيبوديز بتبلش تطلع والليبتوسبايرا بتختفي من الدم and it resides بالكيدنيز بالليفر بتعمل hemorrhage necrosis بالآخر dysfunction of this organ. Clinically most of the time it's mild with febrile disease اللي هو flu-like illness, fever, chills. والويلز سيندروم اللي هي السيفير بتتميز بترياد of hemorrhage, jaundice and acute kidney injury. الدياجنوسيس زي ما قلنا دارك فيلد مايكروسكوبي باي جنز ستين، والكلتشر عن طريق ال EMGH selective media ل 8 weeks، بعدها it's then confirmed by serologic methods عن طريق المات تيست. بالنسبة للتريتمنت والبريفنشن حكينا انه المايلد والمودريت كيسز بيستجيبوا للتتراسايكلينز، اما السيفير بده اي في بنسلين. والبريفنشن انه افويدنس اوف اكسبوجر تو يورين اند تيشوز فروم انفكتد انيمالز، وما في فاكسينز فور هيومنز، اونلي فور اجريكلتشرال اند كومبانيون انيمالز. هيك بنكون خلصنا الليبتوسبايروسيس، وبضل علينا اخر وحده اللي هي المايكوبكتيريا. بكتيريا إلها two major pathogenic species. الأول اسمه مايكوبكتيريوم لبري، والثاني مايكوبكتيريوم تيبركلوسيس. مايكوبكتيريوم تيبركلوسيس هي يعني جزء من عائلة كبيرة اسمها مايكوبكتيريوم تيبركلوسيس كومبلكس. هلا طبعا المايكوبكتيريوم تيبركلوسيس المين ديزيز اللي بتعمله هو pulmonary disease أو pulmonary TB، pulmonary tuberculosis. بس ليش احنا عم ناخدها بالجي اي؟ لانه ممكن تعمل gastrointestinal tuberculosis اللي رح نحكي عنه كمان شوي.
المايكوبكتيريوم بوفيس اللي هي أحد أنواع المايكوبكتيريوم تيبركيلوسيس كومبلكس كانت responsible عن 6% of the tuberculosis cases قبل ال introduction of milk pasteurization and development of the BCG vaccine. طيب المايكوبكتيريوم is a slow growing obligate aerobe facultative intracellular bacterium زي البروسيلا. البروسيلا حكينا انها obligate intracellular بتعيش بالمايكروفيجز، برضو كمان هاي المايكوبكتيريوم بتعيش within the macrophages، حتى انها ممكن تضل هناك ل years وتعمل اشي اسمه latent tuberculosis، انه هذا ما عليه symptoms وما عليه يعني ما ببين المرض. It's non-spore forming and it's non-motile. الجرام بوزيتيف عليها it's not applicable، يعني احنا ما نستخدم الجرام بوزيتيف للمايكوبكتيريوم، بس يعني في ناس بيقولوا انه يعني ممكن تكون جرام بوزيتيف، بس يعني احنا ما نستخدم الجرام ستين عليها. نستخدم اشي اسمه اسيد فاست ستين او الزيل نيلسن ستين. هاي شكلها هون. It retains the red basic fusion dye. هدول هاي هي المايكوبكتيريا tuberculosis. وحكينا إنها slow growing it divides every 18 and 24 hours which is extremely slow compared with other bacteria. كيف تعمل pathogenesis؟ هلأ أهم شيء إنه not everyone infected with TB bacteria becomes ill. يعني في عندي قاعدة اسمها 10-3-1 إنه بحكي لك من كل 10 exposed للمايكوبكتيريا واحد منهم will develop the active TB اللي هو active tuberculosis، ثلاثة will develop latent and ستة will clear the infection by the immune system. يعني أنا عندي نوعين من the conditions associated مع ال TB أو related لل TB. واحد اسمه latent tuberculosis it does not have any symptoms and cannot spread TB to others لأنه البكتيريا is dormant intracellularly. أما الـ active TB disease اللي هو الـ acute disease يلي بيبين على symptoms وكل شيء. هلأ الـ latent TB ممكن يتحول لـ active متى؟ يعني إذا كانت مثلاً الـ immunity ضعفت ما يهم. People with weakened immune system have much greater risk of falling ill. هلأ لأنه ثلاثة will develop latent TB بحكي لنا أنه one third of the world's population is infected with TB bacteria. طيب TB bacteria can attack any part of the body yielding pulmonary TB in 90% of the cases. يعني 90% من الكيسز بتعطينا pulmonary TB. أما العشرة والعشرين بالمية الباقية هي extra pulmonary TB زي مثلا lymph nodes TB, pleural TB, skeletal TB، وأهم واحدة هنا بمحاضرتنا اللي هي gastrointestinal TB. هلا gastrointestinal TB is uncommon، يعني بتشكل بس 5% من الاكسترا pulmonary، يعني الاكسترا pulmonary بشكله 10%، فالgastrointestinal بتشكل 5% من هدول العشرة بالمية. طيب كيف هاي البكتيريا بدها توصل للgastrointestinal tract؟ عن طريق 3 pathways. أول واحد عن طريق ingestion of infected milk أو sputum وكانت الموست كومن بكتيريا اللي هي المايكوبكتيريوم بوفيس زي ما حكينا قبل شوي قبل ال introduction of milk pasteurization. Second pathway هو ال hematogenous and lymphatic spread from tubercular focus. يعني أنا عندي عندي مايكوبكتيريوم tuberculosis بمثلا مكان معين انتقلت عن طريق اللمفاتكس وعن طريق البلد للغاسترينتستينال تراكت. أما third pathway includes a direct spread للبيريتونيوم من infected adjacent foci مثل الفالوبيان تيوبس. يعني هي أساسا المايكوبكتيريوم تيوبركيلوسيس موجودة بالفالوبيان تيوبس أو بالأوفريز تنتقل عن طريق للبيريتونيوم لأنه يعني هو كتير جنبها يعني عن طريق direct spread. أهم شيء بالمايكوبكتيريا الجرانيولوما جرانيولوما formation in the lymphoid tissue هي pathologic hallmark بتكون عندي caseous necrosis and ulceration of the overlying mucosa
كلينيكلي الابدومينال تي بي او الجاسترو انتستينال تي بي بتعطيني نون سبيسيفيك سيمبتومز زي الفيفر والويت لوس، زي الانوركسيا، زي النايت سويتس. هدول نون سبيسيفيك سيمبتومز، بس مثلا ابدومينال بين والسويلينج، وفي عندي بيكون بالبابل ماس، they are common presentations. كيف بدي اعمل دايجنوسيس؟ لازم اول شيء يكون عندي هاي اندكس اوف سسبشن. ايش يعني هاي اندكس اوف سسبشن؟ هاي اندكس اوف سسبشن معناها انه المايكوبكتيريوم تبركيلوسيس لازم دائما تكون in the back of your mind. يعني اذا واحد اجى بهاي الاعراض انت يعني لازم تخلي المايكوبكتيريوم تبركيلوسيس يعني من التوب، من التوب بكتيريا اللي انت تفكر فيها. حكينا انه مايكروسكوبي عن طريق الزيل نيلسون ستين، او ممكن اني اعمل اميونوفلوريسنس ستينينج عن طريق اشي اسمه الاورامين اميونوفلوريسنس. ممكن اعمل لها كلتشر ب لونستين جنسن اجر او ميدل بروك 7H10 اجر. في عندي سكرينينج تيست. السكرينينج تيست هدول they are confirmatory but not diagnostic. يعني اذا واحد تعرض للتي بي بدي اشوف هو يعني is infected ولا لا، فبعمل هدول السكرينينج تيست. واحد منهم اسمه tuberculin skin test. هذا شو بعمل فيه؟ I inject intradermally purified proteins من التي بي. بعديها رح يصير في reactions، رح يصير في عندي injuration بالسكن، يعني هيك زي رعش، أو يعني زي مش عارفة بابيول نقدر نحكي عنها. بعديها بقيسها، إذا كان الدايامتر تبعها أكثر من 10 مليمتر تكون positive، يعني positive إنه في مايكوبكتيريا tuberculosis. إذا كانت أقل من 5 مليمتر بعتبرها negative. بس طبعا ممكن كتير يصير في عندي cross reactions، لأنه ممكن مثلا هذا الشخص يكون ماخذ الفاكسين، أو ممكن يكون عنده previous infection وهلأ خلص طاب، أو ممكن يصير عنده أو يعني يكون عنده infection من environmental TB. environmental TB هي يعني هي TB ما بتعمل tuberculosis، أو هي mycobacteria ما بتعمل tuberculosis، اسمها non-tuberculous mycobacteria. السكرينينج تست الثاني اسمه interferon gamma release assay أو الإجرو. هذا إيش بنعمل فيه؟ بنعمل incubation لل patient blood، نعمل incubation لل patient blood مع antigens of TB إحنا بنجيبهم من عندنا من lab. بعديها بنشوف المونوسايتس، إذا المونوسايتس هدول كانوا sensitized من المايكوبكتيريا رح يعملوا يعني ريليس للانترفيرون جاما بكميات كتير كبيرة. فأنا بقدر إني أعتبر التست بوزيتيف إذا صار في عندي ريليس للانترفيرون جاما. بالنسبة للتريتمنت أند بريفنشن، هلا التريتمنت للتي بي كتير كتير زنخ وكتير بطول وجد يعني it's a nightmare. للأكتف تي بي عندي two phases، واحدة أو أولها اسمها intensive initial 2 months phase، يعني هي بتستمر ل 2 months and it's intensive. ليش؟ لأنه بعطي فيها 4 أدوية: isoniazid, rifampin, pyrazinamide and ethambutol أو streptomycin. هاي ال initial phase. بعدها عندي continuation phase تستمر يعني 4-6 شهور، بعطي فيها دوايان isoniazid والrifampin. أما بالنسبة لل latent TB بعطي isoniazid ل 9 months. في عندي فاكسين، it's a live attenuated vaccine اسمه ال BCG vaccine. هذا الفاكسين هو أول فاكسين أنت بتاخده بحياتك، بينعطى للبيبي بعمر الشهر، بيعطي protection against the TB بالchildren، especially اللي هو TB meningitis اللي هي أخطر نوع من TB and the disseminated TB اللي هي الميلياري تي بي. بس بالنسبة للبولموناري تي بي، البولموناري تي بي الإفكاسي تبعته it ranges between 0 و 80%، so يعني مش كتير يعني مش كتير بقدر أعتمده للبولموناري تي بي. so المايكوبكتيريوم تبركيلوسيس بيجي من الفاميلي اسمها مايكوبكتيريوم تبركيلوسيس كومبلكس.
عندي منهم two major species, المايكوبكتيريوم لابري والمايكوبكتيريوم تيبركلوزيس. It's a slow growing, حكينا انه بدها 24 ساعة لتنقسم. It's an obligate aerobe, facultative intracellular جوا المايكروفيجز. It's non-spore forming and non-motile. بشوفها عن طريق الأسيد فاستين أو الزيل نيلسن ستين. كيف الباثوجينيسيس تبعها؟ عندي الليتنت تي بي. الليتنت تي بي it has no symptoms, non-infectious, و لأنه البكتيريا بتكون dormant. متى بصير active؟ If immunity drops it might reactivate. الactive تي بي 90% of the cases بكون pulmonary تي بي. 10% من الكيسز بكون extra pulmonary. extra pulmonary وين؟ بكون pleural تي بي, skeletal تي بي, genitourinary, gastrointestinal. الgastrointestinal is uncommon, حكينا انه بشكل 5% of all the extra pulmonary تي بي. كيف البكتيريا بتوصل للجي اي تراكت؟ عن طريق ingestion of contaminated milk or sputum, أو hematogenous and lymphatic spread من tubercular focus, عن طريق direct spread to the peritoneum من adjacent foci مثل fallopian tubes. والpathologic hallmark هي granulomas lymphoid tissue, macasias, necrosis and ulceration. Clinical abdominal TB presents with non-specific symptoms مثل الفيفر والويت لوس. ليش هيك مكتوب الويت؟ ويت لوس, انوركسيا, فقدان شهيه, نايت sweats. اما الابدومينال بين والبالبابل ماس they are common presentations. الدايجنوسيس قلنا بنستخدم مايكروسكوبي بالزيل نيلسن ستين او عن طريق الاميونوفلوريسنس الاورامين. كلتشر على اللوينستين جينسون او الميدل بروك 7 اتش 10 اجر. قلنا في سكرينينج تيست, تيبركلين سكين تيست, والانترفيرون جاما ريليس اسي. بالنسبه للتريتمنت والبريفنشن, الاكتيف تي بي حكينا انتنسيف انيشال فيز تاخذ 2 مانثس, اربع ادويه, ازينايازيد, ريفامبين, بيرازيناميد اند ايثامبيوتول او ستريبتومايسين. بعديها continuation phase من 4 ل 6 شهور, isoniazid مع rifampin. أما latent TB بعطيهم isoniazid ل 9 أشهر. في عندي live attenuated vaccine اللي هو BCG vaccine, it's effective for children against the meningitis with disseminated TB. بس ال efficacy تبعته يعني من 0 ل 80% against the pulmonary TB. وهيك بتكون خلصت محاضرتنا. بتمنى انه ساعدكم شوي على الحفظ. حبيت انه يعني ندرس على الهاند اوت مش على السلايدات زي كل مرة عشان ما نضل نرجع للهاند اوت. فهيك انتو اذا بدكم روحوا ارجعوا للهاند اوت اقرؤوها بسرعة, او اذا كنتم مركزين معي وقدرتوا تحفظوا فهذا اشي كتير منيح. وشكرا كتير, ما بدي اطول عليكم اكتر من هيك. يعطيكم الف عافية.